أفضل فترات، يبحث عن منفذ، تمريرات متبادلة وفرصة تغطي فهود بعودة سريعة بالنسبة للدور. الله ما زالت وأنقذها عماده ونواف. قبل ذلك لدينا ارتداد الآن، هذا ما يفكر فيه السيد كاسترو، يتحرك ويكسب خطأ في هذه الانطلاقة. مانع وجميلة هذه اللي شكلها خاصة لكونان، كرة تذهب إلى هذا الحصار أمام مرمى، الآن كاد أن يصل إلى تاليسكا. الله، على كرة عرضية مثالية يبحث من خلالها لويس كاسترو على فك دفاع مدجج، وكاد أن يفعلها تاليسكا. الضارب ضرب بالرأس لكنها سليمة، عليه وغريب يتقدم، لكن الكرة بالطول إلى تافيو، يرسل كرة، الكرة بالطول على ماليه إلى ركلة مرمى، إلى 29 نقطة تعاون، 24 نقطة تعادل مع الخليج في هذه الجولة، الفتح 23 نقطة ثالثا في جدول الثاني. نصر أمام الفيحة، 5 انتصارات 4. صابيري شكلها معروف، هو الصفة، هو من سيسدد، سيضرب فعلا، الكرة تضرب في الجدار، عادت الكرة بالنسبة للنصر، الجدار أيضا مع إصابة لأحد مدافعي نادي الفيحة. التحرك الآن لكنها بعيدة عن كريستيانو رونالدو، من جديد لمسة إبعاد، يتحرك ويتوغل ويرسل كرة، الكرة مرضياته، الكرة مرت وعادت للدور، الكرة مع غريب مرة أخرى، يصل كرة الراد، هديف تأخر، مرة إلى تاليسكا، أبعدت، قدم نواكايمي، البحث للتهديف وفرصة في الشباك الجانبية، ساكان صاحب الأهداف الخمسة الفيحاوية في الدوري، هكذا تقدم وسدد الله 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 الله. لو اكملت هذه تمريره التنس، لكن كان فيها رايه، كان فيها رايه على كريستيانو رونالدو، وقع في مسلسل التسلل، التمريره كانت ذكيه من أليكس تيليس، الاستحواذ هذا طبيعي، لكن ماذا يكون إن لم ينجح في التسجيل؟ كريستيانو يكسب خطأ مسافة بعيدة بصراحة، هنا لا تعتقد أو تتوقع، يسدد باتجاه فلاديمير في الجدار، قعوي يعيد الكرة للخلف، تيليس يرسل كرة، الارتداد، ساكالا لمسة من الزامبي، تاليسكا، الله 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 على كرة وتمريرات، اللمسة الأخيرة من الدور، لمسة هم باتجاه مانيه، يكسب منها ركلة الزاوية، هكذا يتفاعل الجمهور، لذلك تغطية من كونان أمام تاليسكا، انطلاقة من غريب وعودة، والله على التغطية، ربما تمام الجميع وتضرب في القائم، التحرك الآن ستكون كذلك المحاولة، الله يا نواكيمي، النيجيري والمرمى مكشوف أمامه، ما في إلا نسدد، مرر، الآن التسديد انتهت إلى الخارج، مطلع الشوط الثاني، العرضيات تنتهي إلى رأس الدون، لكنها مرت يا كريستيانو، كانت عالية، ارتقى فوق اللي يصلون الفارس الفهود، لكن الفارس يصل، ومن يكون غيره، إنه الضارب،
وفك كل هذا الحصار. الله يا تاليسكا، هدف السابع في روشن. الضارب دائما ما يكون حاضر عندما تغلق المنافذ، نجح بفك كل شيء. حصار يحاول من خلالها بوليكورو، الكرة جانب الأيمن، التغطية حضرت ببراعة. الله الله الله، لذلك مع هذا التحرك الله على المرور والخطأ والبطاقة الصفراء لدى العمري، تحرك مثالي من ثلاثي ساكالا. في الجدار ترسل فرصة ليضرب الآن، التغطية من مخ يبحث عنه مرة أخرى. الآن حضرت أديف، يسدد أم لا؟ سدد وما زالت يحاول ويتحرك. الكرة عادت، كرة تاليسكا، يسدد مانا. الله، لكن الراية قد رفعت، عرب يا الله على المرور والتسديد، إرسال العرضية هي كذلك. تاليسكا وصلت. الله يضرب فيها، حركت كل شيء. معقدة أمام النصر بالتكتل، المباراة متاحة ومفتوحة للثالث. فلاديمير أنقذها أمام ماني، عادت. أوبا، لا 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 لا، جاي يستمتع، لمسة، تحرك. الله، بالنسبة للفيحان وكيمي يكسب خطأ، هذا ما ينتظر. يغادر بالرأس، الله، شويس يعيد الفيحة ويقلص الفارق. الله على كرة في وقت غادر تاليسكا، نجح الفيحة من تقليص الفارق. هذا توقيت مجيد، مجيد باتجاه من؟ أوتافيو بشوت، أوتافيو، الله الله، ظهر أفضل لاعب في الموسم الماضي في الدوري البرتغالي ليأتي إلى الدوري السعودي ويكمل إبداعه ويكمل عزف ألحانه. إنه أوتافيو قصير لكن في الإبداع وفي الإمتاع كبير 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 يا أوتافيو، كبير. الله على الحطة، على اللعبة، ثبت فلاديمير وقال له تفرج، حالك حال المعلق والمشاهد، حالك حال المعلق والمشاهد. الله يا أوتافيو، الله يا أوتافيو، هل تعندت؟ هل صعبت عليكم؟ هل الفيحة عودة؟ ما أكثر الكرات التي أهدرتها يا سكالة؟ لا، سكالة والتمرير، لا، المتسلل سكالة. ساديو تقدم، ساديو عرضها، الكل الآن سيبحث. دون يتقدم لكرة ثابتة، تسديدة قوية لكنها في الحائط، حائط الصد البشري المكون من عدد من اللاعبين. إذن الكرات الثابتة كلها اليوم يا رونالدو في حائط الصد. تمريرة، شوف كم وصلنا، كم وصلنا. آه يا سيدي.